بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن كنا حجرني في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى وحكوى الرمياء ونوشيغيا إن لكل من دون مالين تقيامها ذكى الله سبحانه وتعالى وحان أهين عابدين يكوي أي عابدين بإن لكل من دون، ثم كوي عبادة الليم وألّا إذا نحين عابدين إن السؤال لو يدين دون أيو الله أيضا كذور رميا قول لي هاي مرك قيام الله تقول أوي إلى هياشي أدونك مرك جبتين عابودي جبتين نصص بعد لي أو حقيقة بحين مرك أركاس أيام أركينا مشركين تاس على جهر لي جوابك إيه بحين دونا أن رب سبحانه وتعالى ونوشي وجواب وكذب يبين يعني كل يهم تهاي أيه كل جوابي يعني مركز أولي من نبي الله محمد لأوران دونا ليا ضد كان سيد النفط وذي وبيني ليان وحلا لا عجبوا إقبال ليه أثيري يعني ما أعرف أثير الله يبله إقبال أوران ويوم نحشرهم واذكر حسن نبي محمد وحد كشكيسا يوم مالين كشكي مالينكو او نحشرهم ان كل من دون العابدين والمعبودين من دون الله دفع عابدين تأها او اللسو كذي يعني خلق ان يخلق الله عابدين هي معبودين في من دون الله لعابدين لكل من دون جميعا ايضاً مالك ان كل من دون مالك بلدك وغشيكي ثم مركان كل من الدبدي نقول ان ارانينه للذين اشركوا كوي شرك جسمي و الله اذا نحين عابدين خلقه سلو ذاتي انكو اران دون اين شركاؤكم اين اوي شركاؤكم آل هديني أني إلى ولا جسين آوية إلى هياشين آوية كوي أدرب عبادي إلى ولا جسين آوية بالله الذين شركاني أم آل هدي كنتم آب أحيدين تزعمون كوشك آب أحيدين يعني تزعمونها شركاء إن شركيهين رب عبادنا اللو ذا قال أدونك قلت جوكين أشيغين جلتين آوية بل يسوسب على لي سؤاشا كاللو يدين هيا مركا حضلك ويوم نحشرهم جميعا معناها الآن مرني أو العابدون والمعبودون كوى عابدي يكوى العابدي ذا معناها علماء ويكوى فسران ويكوى شيغان اللي اسكعام يالو كل من تاس جني انسي هي مارك الشياطين في اي عابد الجرين او اطمنى ان لقفة سرانة ويدع ذايه كل قد مالك قيامها ايا مارك لكل من ايا لان مالك اسوى مال الخلق ودن لكل من ايا لشو كين ايا من اولهم الى اخره مارك في عابد كاها اي في معبود كاها العابد ييب اي عابدين انتبوا لكل من ايا مارك ويوم نحشرهم مركان كل من ينكوي وحابدي الله سكدي يكوي العابدي الله سكديسا جميعا أيقودن أن كل من دونه مالك أسدك حسوسي ومالك قيامها أهوية ومركا رب سبحانه وتعالى أويدين دونه أوران دونه ثم إنت أدبدي نقول أن أوران دونه للذين أشركوا مشركين في أنكو أوران دونه كوي رب سبحانه وتعالى عبادي سخلقك اللو ذاجيي هنكو أرندونه
أين شركاؤكم؟ شركا لي نئاو هذه نئاد عابدين الله سكلي آوية أنكو أرندونا مركات بلدتك حصوصي الذين شركا لي كنتما ضحيدين مركا أدوك الجوكتين تزعمونك وشهد فإني آلهيهين الشيبين جلتين مركا تزعمون يعني واحد شيبين جلتين إني آلهيهين واحد العابداء أما إنسي هالنغضو أما الجن هالنغضو أما مارك الملك هالنغضو أما الطقحان إيه جمادات إيه قرية هالنغضين أما حيوانات هالعابدو وحالله وحي ربي كسوحر ودبا لوجي داويين الشيبين جلتين إني آلهيهين عباد ليهين مركا تزعمون دان يعني لما مفعول إذا عمدوا قادتا لبدي مفعول بوا محذوف ويوالقوا تزعمون مركز سوق الدر النوحة تزعمونها شركاء يعني لبدي مفعول وكاوية إني شركيهن أشيغن جلتين إني رب عبادة لو ذاقان أشيغن جلتين مركز وحي لم يتحي هيدا في سورة القصص كجل توكلة شاشة اللويهين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أيضا سوكلا بإن لم يتهي وفي سورة القصص كسبا يعني ما علم تاسبه ربه هو واقياه إليه أولي شركة لي أشيغين جفتين إلهي أشي إن عبادة إلى ليهين هل أدونك مركز جفتين شيء جفتين أولي بالله مركز جواب في الدحيان بو ربه كورا ثم انت دبدي سؤاشا لويهي دبدي لم تكن معينا أهان فتنتهم أي جوابهم جواب ثوري ما أين أهان إلا أن قالوا إني رهذان موي والله الله بان كدارني ربنا ربك إن أهابا كدارني ما كنا معنا نحين مشركين كو ربي وحلو ذاكي معنا نحين يعني الله فرتي أي كذب عد أو بين صريحة هي الله فرتي سوق دارني أصدق أو مارتي يعني مارتي عالم الغيب في السماوات والأرض غير أن كور قبه بيكذب صريحة بين صريحة ويسكعك أي كدار ميان ألا أتيويا مركا هذا الكاس بي مارتي جوابته دي نقونيسا مركا ثم لم تكن فتنتهم فتنة هذا وحلو جيدا وبمعنى الجواب هو يعني وحا لقى عبر فتنة ايه لقى عبري لكن جوابك لو جيدا محا فتنة الله قبلي وهذا الكذب صريحا ويان مرضو كذب صريحا يهي فتنة لقى عبري لانه وكو امارك وكو فتنورين بين بيكو دارمين ايقو مشركين هو الله خلقه يسلو ذاكي بيها دانا كذب كو دارمين يعني ليه مشركين معنا نهي وانكير ايان ويان مرك ثم لم تكن فتنتهم أي جوابهم بلوزيلا ما في سؤال الويدية جواب تأذحيان أي وحي أحي إن يطارتان أو يرهدان يعني إنكران شركي ليسمين جرين ويان شركي قولي إنكرايا ثم لم تكن ما أين نهان فتنتهم جواب تولي ما أين نهان عبد الله بن عباس وكلوح وقوف سراء يقتاد أي معذرتهم غرميا ثم لم تكن فتنتهم عذر دار كودي ما أونا حانين إلا أن قالوا إن يرهدان مويه والله ربنا والله الله بان كدارني ربنا ربنا أن كدارني ما كنا معنا نحين مشركين كوا مارس رب اللو ذاكي معنا نحين مركا يعني دار كودي أي يعني وحويان كذب صريحة أي كدارنيان oo maarka shirkiga ay la iman jireen bay inkirayaan marka kaanada khabarkeedu waa madarka illa an qaalu laga dhalaalinay illa qawluhum adoo yiro kala weeyaan thumma lam takun fitnatuhum illa qawluhum wallahi rabbina ma kunna mushrikeen taaso noqonay yaani lam yakun jawabuhum illa aljuhud wat tabarru inay jahd li maada oo waxa sameen jireen ay inkiraan oo ay ka bari noqdaan mooyee وحكل جوابته لما أي النقلين ساسوا رب سبحانه وتعالى ليه هويا انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر في رنو محمد كيف سذابي كذبوا أي أبينيين
على أنفسهم نفسه دشيرة يقبلين يعني أي مارة كذبوا على أنفسهم نفسه أي مارة دشيرة أي بين كشيئين في ربالي ثم انظر في لنو محمد كيف سلابي كذبوا أي مارة أي أبينيين على أنفسهم نفسه أي أبينيين شركة شرع سمين جرين أي كذب بين أحيي الله إيمانيا marka naftooda say been ugu sheegeen ballal yaa baal leeyahay oo arag weeyaan wadalla waxa dhumay anhum xaqooda waxa ka dhumay ma shay ba ka dhumay kaanu ay ahaayeen yiftaruna kuwa been abuurta ay ahaayeen marka yaani nabiga leeyahay alayhi salatu wasalam waxa fiirisa yaani unzur mutaajiban minhum adoo la yaabay fiiri weeyaan يعني انكرادوا أي انكريان شركي أدونك أي كسمين جرين آخر أي كنكريان تعال لي يا بالي هاي سيدا أضل لي يا بي أب بالي فيري انظر فيري كيف سيدابي كذبوا على أنفسهم نفتوا ذا أي أبينيين أو بان أو شاقين شركي أي سمين جرين هي كبين شاقين بارد وريبه كبين ويان بارد كحوجية وظل وحد من عنهم حقه ذا ما كانوا يفترون يعني وحي بين أبو رنجرين أيادهمي ضلال حد وحلو جيدا والزوال والذهاب والباطل يعني وحلو جيدا وبطل ما كانوا يعمل ما كانوا يفترون وحي سمين جيرين بابوري وابو حد جيرين بونغلي وحي سمين جيرين بازولي بمعنى جالين ليره ويوايين ويان وضل عنهم ما كانوا يفترون وحي أي بين أبو رنجرين أي به جرين ربي بإلهي اللو ذاقان أي شيئين جرين آلهاء كلهين جرين أي وايين أو كرمي صاصة اللو جيدا وايين وي وايين إلا ماني في أباه مايين إلا هذا وحي مارك وحي يعابدين قيامة وحيد ترين أما برها إذين كالميين شفاعاؤنا عند الله بيه جرين ما أنت وي وايين وحي أي سمين جرين وانا كرمي وايين سيدة مثلا عايدة في سورة الغافر كنت توكلة أي لم يتوى الله ليه ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون ولو يجين وحال لي أوصل كذي أتمين جرتين من دون الله على سكذي يساوحي أدي لو ذا جن جرتين آوية كاسي وحي لي قالوا ضلوا عما بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين الله تاسو لي سبحانه وتعالى وحي ليه وان ويني وان قد من بي أرمي يعني وان مارس ما ننهر إلا أول باطل بو هاي ضلوا عنا يعني وان ويني وان قد من بي أرمي بل لم نكن ندعو من قبل شيئا وحن عابو جرني وحوام ما أيام حين وحن عابو جرني وباطل بي أحي ساسو قلب أرمي مركز ربي ليه هاي كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين سلاسو قلب إلهي قال الله حق وقرب مياه يحجده أو قد مياويا مركة كذب كاس يعني لياب ليري النبي عليه الصلاة والسلام إلي مادين ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومنهم مشركين تيوحى كمدة من ضبى كمدة يستمع لجيسني إليك أليك كل جيسني مشركين تيوحى كمدة dad adiga ku iimaanaya marka quraanka akhriinayso si qiraadada ay u dhageystaan laakiin marka iimaanayaan uma iimaanayaan aad ku intifaacdan waxa idin tareen uma iimaanayaan yaani aad wax maaratay quraanku waxa idin taro oo ku intifaacad ku heshaan uma iimaanayaan buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka waminhum man yastami'u ilayka kuwa ku dhageysanayo ayaa kamid ah mushrikiinti wajacalnaa walxaalu qad jacalnaa ayadoo aan yeelnay calaa quluubihim laabtooda akinnatan laabahooda korkooda aan yeelnay akinnatan dabool aan yeelnay maxaan daboolka u yeelnay an yafqahuuhu karahata an yafqahuuhu qur'aanka inay fahmaan nicib la nacayo darteed baan dabool u yeelnay qalbigoodaan xirnay وفي آذانهم بجهود الدحل وذن وحن يلني وقرا أي صمما وثقلا حليس بان يلني بجد أيان يلني ويا بجهودنا
وعلسهين وحركما مقلان ويا وإن يروا حديئي أركان كل آية معجزك استكل جيد أما حجك استكل جيد آيتك استهديئي أركان لا يؤمنوا بها مروا ميني حديث معجزك استلوكي حجك استهدي اللقوغة مرنا إيمان كان آيات إلهي مروا ميني ويا حتى إذا جاءوا حتى إذا جاءوك يجادلونك حتى إذا جاءوك كلك أيكوي مادان يجادلونك أيغو أكلك وكل دود ياهي يقول الذين كفروا مرك يكو إيمانا ين أيغو إن يكل دودا دون يا يقول الذين كفروا كوي كفارت أها وحي أرميا إن هذا ما هذا قرآن كان معها إلا أساطير الأولين ذكيه الرئيي خرافات أي قرين مويه وحكلة معهم بإليه يعني معرفة أسطورة أي ذكيه سو قرين وحان أحي معه محمد وكشه كين ساسي أرمي حلقة مركة أيضا ورب النووشي ذكاث مشركين مركة النبي الله محمد لجهودان قرآن كب ومقليا لكن كما انتفاعا نبي جو إيمانيا قرآن كالآخر ما يبجي سنيا لكن أدكوها ننسان بخير كقادة مدونيا أو إيمان مايا محيالي الله باب مركه هو قلب ذو ذحريبا قلوب كحرا بجها كحرا حق أي مقليا نمرها وقلب ذو أدجي لما أركويا مركه لبعض سبب كان وحويا معجزتك استهدي الله شيئا وحجك أي أركان وحبتك قادنا يمعها وحبتك مقاسان مركا سدى فرتي مرها دي بحالك ودعو سدى يهي وحوى الملك وحوه ويما دام بكريئين الله دوران بل أي كي رهدام قرآن كآد مارة الغوزة دجيي وحوى وخرافات كبكي غرى تاريخ دي أمري غرى لغيشي كينجري ووحاس ويوحك لتو حقيقة مهي في الدورنجري ومنهم مشركين في وحاكمدا من ضبا كمدا يستمع إليك أذية كرا أذى دقيتني يعني ولا ينتفعون بذلك ودقيتني لكن كما انتفاعيا محايا لي مركه هربا لأنهم لا يقصدون الحق حق مسو قصدان وضب حق دوني مضعين نحين وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم جملة ذان وجعلنا على قلوبهم وجملة حالية لإلهة وجعلنا والحال قد جعلنا يضو أن كيالني على قلوبهم لا بهو ذكرك وذا أن يالني يضو أن يالني على قلوبهم لا بهو ذكرك أكنة دبوليال أن يالني مركة أكنة وحلوجي ذا أي أغطية وأغشية دبول بالوجي ذا هي حجاب حق إني فهمان محام أغيال يعني دبول ذا في جلالك محام أغيال أن يفقهوه لألا يفقهوه هنا يتنحق فهم أما كراهة أن يفقهوه هنا يفهمان عبلا معي دل ديلي برتب سراء يلمي مرك أكنا وحال إذا هو جمع كناني سيدا مثلا غطاء أغطية لو يرهدوك اللو جمعيه يعني كنان يعني أكنة بالو جمعيه سيدا سوكالوية غطاء أغطية بابه سيدا يعني كنان أكنية يعني أكنة أوكاليته أي لم يتهي وحال إلى هذا يعني لفظا ومعنى أغطية أي لم يتهي ويا معايا لي كنان كأسلحان وحال إلى هذا حد أرني كننت الشيء إذا أخفيته شيء مركز خريصة بعد حد أرنيته كننت الشيء شيء بان قريي بعد أرن ويا سببت إلهي أو الدواء الله أوي إلينا وحاو إني الحق تهمين حي الحق دوما معه مركي غرى إيماني الله مركز وحوي وحي أيدوني ورب كل معامل وذوي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فاسعوا كلامي لم يتهيوي وفي آذانهم تجلوا ذكحذوا ذنا وحن يلني وقرا عليس بان يلني الوقر حد وحلوجر والصمم بجل عام أي الإرادة يعني مركز ترى فلان وقرت أذنه وقرا إذا صمت بالإيران مركي أو نجب يلو أي نكت الشبت رهلا مستوح مغلواي بالإيران لا وقرت أذنه
dadkii sibaa maartay yaani amaqalkii weeyday taas oo kala weeyay marka hada waxa loo jeeda waa dhagalaan iyo maqal laan weeyaan wa in yaru kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaru hadii ay arkaan kulla ayatin mu'jiza kasta kulli ayat iyo xujaj tusinaya quraanka inuu kalaamullaah yahay آيات يحجوين تصيني النبي الله محمد إنه الرسول إله إياهي حديث أي أركان لا يؤمن بها مرنا رمين ما يامب رب لي سبحانه وتعالى صوت حوية الله بان خير كؤغي حديث ذكو أي خير يدود أي لحان له الله وحنن لها سبحانه وتعالى لكن أيها من دونين وصل الله في سورة الأنفال وكل أيها وكله ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون حدو هرت خير رب الله دوني لها ومقشين لها يسمع قبول بيومغل لها وقاعدا لها يوية لكن بذكر ما دوني حدو مقلان وحبكو قاعدا ما يام رب لي سبحانه وتعالى مرك قلبي قودة وكحرية وحال وحي خيرة يعني مرنا إني قاسان وأكحرية سيدة في سورة فصلت بأ الله أكليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ساسي به جري أيها عجيسين جري وحيدي جري قلوبنا في أكلة مما تدعون إليه نو محمد إيمانك إيه خيرك أدنوه ريسو قلبيا وكحريا وفي آذاننا وقر مجيح إننا وكعلسيهنا مما قلنا وحد شيئيسو وكذا جلانه ومن بيننا وبينك حجاب أبيه أمغان وحاب النور بحيه بحجابه النور بحيه بحرك مينه ساسي به جرين فاعمل إننا عاملون أبيه الدريق هذا كل شخيص أمغان تينا وذن إنا وعز دينه مرمك الراعي مينه ساسي به جرين ويا مكواتيه كلويا حتى إذا جاءوك يجادلونك حتى هذا نحبه حوي وحتى هذا أي علماء بيرهدان حتى الابتدائية لإرهدان حتى هذا الابتدائية لمدى لإرهده التي تقع بعدها الجمل حتى على جلاشي إذا جملوين أدعو جملوين أي جلاشي إذا أدعو مرك حتى لو في ابتدائي إذا أحيد ويان حتى إذا جاءوك كلك أي كوي مادان يجادلونك حال كونهم يجادلونك أيضا أقوك لدو ذي يعني يجادلونك لجملنا وجملة حالية أيضا أقوك لدو ذي مرك كوي مادان يقول الذين كفروا كوي قالها وحي لهذا إن هذا ما هذا قرآن كان نبي الله محمد وجود جي معها إلا أساطير الأولين تكي هريي خرافات أي صدريين القرين مريين وحكر معهم بيران يعني وحي ليهم يعني ما سطره الأولون من الكتب يعني في الكتب من القصص والأحاديث تكي هروحي قرين وقصوين يوشيكوين يوحد مريين وحكر معهم بيران مركا الأساطير وحال إذا هذا هو جمع أسطورة أسطورة أيال وجمعية أسطورة وحالوجة إلى الأباطير والخرافات حيالها باطل كأي خرافات كأي أسطورة لله أسطورة اللي يخال مركا أساطير بالوجمعية وين أسطورة غاز وخرافات كي قصوين كي أمدي هراء أيو نوسو قوريي وحو نوغل لغيا يعني ما عرف الدين ونوغل لغيا بيلي يعني هذا الكاس أي إمارتي مشركين أي كجوابين ويان القرآن تأكل الدينية وهم ينهون عنه وينهون عنه أيضا مركي هذا الكاليهين كلمة ذات أي أرانيا وهم مشركين ينهون أي ينهون الناس بطي بالريبان عنه عن القرآن عن اتباع القرآن قرآن كراعي بيسا وتصديق الرسل وتصديق الرسول نبي الله محمد ولا الرميه أي كريبة وينأون ويفقادان عنه أي عن القرآن عن اتباع القرآن قرآن كراعدني سنة ويكفقادان برب ليه سبحانه وتعالى مركي هذا الكاليهين قرآن كدفع أقدقان قرح الراعي منه إليه كهرة أيضنا ويكفقادان ومبرعان ويكداران يهوية وإن يهلكونا وإن يهلكون أي ما يهلكون ما حلاقيا إلا أنفسهم نفسه ذموي وحكا لإحلاقيا مجلتوي هذا الكاس
يعني وحا اي سمين ايان سريعو ذان اي سمين ايان ما يملكون الا انفسهم الا انفسهم نفسه ذا موي وحكا لكم حلاقين وما يشعرون من اوغا اني نفسه ذا بلا يدا اي اسو جيدين وحلاج إلي ما أي أضو علم بأمله ما يمكرنا أيام ويا مركا يعني لبص علم أي إسكو داري أو قبيحة لبص علو حن أي كلنيين وحوي النهي والنأي بالي رهلا النهي والنأي إنا أي حق كفو قادين وشي قبيح وحنوي إنا يدكي الراعي لها هذا كبر استادامة وفعل كلا حنوي مركا لبص او اه الضلال والاضلال هنا ايه دمان تذكر اي دميان لبدا فعل او حصن ايه اسكو درسدين ويا سدا درتي قران كانوا كما انتفاعا ايغا تذكر كو انتفاع لهانا وي كجيديان او ما اوغلو ويا وهم ايغا مشركين تي ينهون عنه بكي بين ريبان عنه اي عن اتباع القران وتصديق وتصديق الرسول والانقياد للحق يعني القرآن كل الراعو نبي قول الرميو حق الله قانسمو أي ذكي كريبان أجيلا وركعر بيلي وينأون ويفقادان يعني يبتعدون عنه عنه عن القرآن ويكفقادان مركو وحوي فجمعوا بين الضلال والإضلال وحي كل ميان بأدمد أي أيه دمين أي ذكي أي دميان لبضع شيء أي كل ميان يعني شافي سميين ويا فعل كاس مركا هي وحقود بيان ما الله له وحقود بكران ما رسول كيسي وحقود بكران ما دينك إلهي ومعرفي إسلامك أهضي وحقود بكران انت وحقود بمايان أيضاً بقى نفسه وردي بيان بس وصاسوي وإن يملكون أي ما يملكون ما حلاقان إلا أنفسهم نفسه وذؤم بي حلاك سواب وقلنا قنا مركا نفسه وذؤم بلدقين عرض إلهي على كيسا أي نفسه ذي حلاك سواب أقول نقضي ويا وما يشعرون من أغا يعني ما يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على أنفسهم بل أي نفسه نسو جيدي وعذاب إلهي عرض ربئة ما يأغا من قرن أيام ويا مركا حالك ذو صلاة رب سبحانه وتعالى لي أي أما نفسه ذي بي الله الدين في سعوه ما ينبي منه ولو ترى إن وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى حديئات أرك لهي نبي الله محمد أما أيها المخاطب قفكا للاحظ ليوم إذ وقت حديئات أرك لهي وقفوا لجوجيي مشركين تي على النار نار مارت الدشي لجوجيي ومرك أي طال عذين نارتي أي أركان وحي كسبنا أي أركان حدي آد وقت جاس أركي لغي ها جواب اللوة لكوي بل سجر يعني لرأيت أمرا عجيبا وفضيعا أر اللياب له أو آد أفوالهم أي أركي لغي حالكو دي سيدة مالين تأوي هاي ويا فقالوا وحي لهذين مركي عذاب في أركان حالكو دي أوس بدلي يا ليتنا شليتها يدي نرد ما نلعلي ولا نكذب وألا نكذب يا من بينني إنا نم بينني وألا نكذب إنا نم بينني بآيات ربنا ربك إن آياتي إنا نم بينني ما نلعلي كل قل أديذن الجين ونكون يعني إنا نحن من المؤمنين ضد المؤمنين عن كل نقرن درت ما أديذن الجين هذا الكاس أي أرنا يا ويا الله سبحانه وتعالى أيده سبحانه الله وشاقي قيامها مركي أي أركان عذابك مركي أركان وإنكير جرين يعني مركي لدول استاجية إنها أي صاران هنا يتمنينيان أو يطلبيان أدونك إن لو سعليه مركي لسعلينا هنا آيات إله الرومين دونان أي دين دونين فات مؤمنين أنا أي نقن دونان أرنكات أي تمنين يا نجعلان يا ولد مركة جعيل كودا سحيلين علماء يعني عودد أدونك أول عي لسوء علياه معهم مركة جعلان يعني ليهين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين جعيل
أي أقبان إيمانك أي دونس أي إيمانك دونيا معه وعبسي أي أركان عذابك أي أركان درتي بكتين إيمان أي خير جعيل معه لكن عذابك أمرك أركان بكتين أرنك أسموية ولو صراحة بيئات أرك ليد نو محمد خطابك النبي الله محمد وعلى يبي كرا وحكى الله جدي كرا لكل من يتأثى منه الخطاب عدك السؤال سورة قال كتا إلا لحظ له أما ما أردت إنه الرؤية بأي سميسو عركت أي سورة قال أطاي أي لوجه داوية لكل من تتأثى منه الرؤية نوالي إلانا فكت السؤال سورة قال عركت أي أطاها بلوجه دا ولو ترى حديئات أرك لهي إذ وقت حديئات أرك لهي وقفوا لجوجيي على النار النار تدشي ذلك جوجيي وقوله وقفوا آيادا وقفوا إلهي أويري يعني معاني دوره متقارب وسكو دوبع علماء كفسرا وحالو فسرا حبسوا والو فسرا إذ وقت وقفوا لحبسي على النار نار تدشي ذلك حبسي لدل إستاجيي وين يعني ساسا ليرا لأن وحال إذا وقفته وقوفا أداس راضه يعني فلان وقفته وقوفا إذا حبسته مركز عليك حبسته جوجسها كأكو حبسته ثلاثة إستاج أيو معرفة كو إيمان ده كو نقن أيها وحوك الله نقن كرا يعني أطلعوا عليها بلوجه إن إلا إذا وقفوا على النار أي أطلعوا على النار نارتي اللي طالع فيه أي أركان وصدا أي أركان يعني لجل جوجيه إنها صاران سيدا مثلا عرفت اتراضه وقفت فلانا على ذنبك بات عرن فذل ذنبك اوسم ايبا ذل استاجيه بمعنى واقف صيوي ذنبك سال ذل استاجيه يعني وحي فلك اوسم ايحما بال ذل استاجيه ولا صيء او اركي ايضا والوجي ذا يعني وحال اذا وقفت فلانا على ذنبه يعني اذا اطلعته عليه مركا طالع في صوت اتراضه وحان اذيق مثلا ميسي وحان متاي مركا سال ليه ذنبك سال ذل استاجيه أيات أرنى يساوي مركا يعني وقت جات هبيعة أرك لهيد بالي معاني جات ومعاني كلو لم أدخلوا وقف سلام ومركا على يعني على النار إذا على بمعنى في أي كد قال أي أدخلوا فيها نار الجلية تاسو كلب النقطة معاني جات ودو معاني سكدو أما وال الجلية ده أما أكثر لو واحد سيد ده أما وال خصي أو وال طالع فيه ده معاني متقاربة ودو ناسين وياه مركز عليه ولو ترى إذ وقفوا على النار حتى مركوا مريبا جوابك اللقوي جوابك اللقوي يعني وحي إليهن علماء وحي اللقوي تفخيما للأمر وتعظيما لشأنه أرنك قيامها عذابك إلهي وين كيسة دراجة بالله جريبا لي لأنه وحي إله ذا وحي إله ذا علماء حذف الجواب لأن حذف الجواب أقوى تأثيرا في حصول الخوف عن ساتي إلهي جواب سؤال الجرب وحي كرادين بدنتاي كسامين بدنتاي أيضا الله الشيغو حق عفصيدة وقفك بقو إن جواب كل قوية وقف بدن بيدي مثلا وحي أرمي هذي ويل كاقة هذي الدنب أوقر الماء هذا الشيء بقى وحكاه لي مركو وحكاه لي هذي أكثر هذا مثلا والله لا إن قمت إليك هذا تلاي لكن جوابك هذا الشيء والله مرء هذا فوسو إسكاغو وحضن واحد فوسو ما ينلعب معنا شيء وكعمص مرء هذا فوسو إسكاغو بات المية مركة هذا الكاسم أيه مسكحني سوحي كنت جيسا محو أضاق سمعين دونا ما مكو ججرين دونا ما قتل بوكو سمعين دونا ما قراع كليو كو سمعين دونا ما كو عنانا دونا وعنبا عقلي جيسي وحبا لنبا ما يلبا دم كوفا كراي ما يلبا دم كوفا كري لكن هذه آتي راهضو يعني والله لئن قمت لك لئن قمت إليك لأضربنك ذاترا وأكو قراعي ذاترا تفكيرتي كلا أو كفكر لها أما ججرنتي أما مارك وحي كلا دم فما شكب حي مارك ما إس كلي ضربي قاس عصو حري وحي سوقي كلي إلا قراع قراعك كلي وسوقي مارك ساسو قلب إليهن يعني حق عصيدة وحكوين جواب إلا قويو قرآن كان هذا وقوبة دمتاي قرآن كان هذا وقوبة دمتاي وحالي رهداه يعني إن أو عقله كتغه ليذهب العقل لكل ممكن وحلو جرى عقله وحكا استعصوا رجل إنه مرك في ريو حداد أركي لهي ودرده وحا يستيوامح محيي يعني وحا لقياس كرمان عقله ما وحول بكبكري كرمان كاسوكري مرك جواب اللو أول حطفا يعني وحا لتأثير كذا
aadi aad ayuu iyo cabsideed aad ugu badan tahay waxay ka badan tahay in jawaabta la sheego taasa ka badan weeyo faqalu marka waxay yiraahdeen ya laytana marka jawaabti markii la jaro waxay noqonaysaa jawaab qas iyo arimaad jawaab loola la raaysa amran ajiban wa fadi'an ama la raaysa manzaran munkaran haailan wax la la yaabo oo la inkiro oo aad u dhib badan ayaad arkaysaa maalintaas haddii aad dulistimaar naarta markii la dul keeno weeyo faqaaluu qolka waxay yidhaahdeen yaa laytana shalaytadeenne nuraddu maa nala celiyo marka waxaa la yidhi hadda fiiri ficil maadi baa laga cadiray in wuqifuu cala annaari naarti baa la dul istaajiyey weli lama dul istaajin yacni qiyaamihii weli waa dhimanyahay lama geeyin marka yacni naarti baa la dul keenay baa laleeyay taasoo kale marka waxaa la yidhaahdaa shayga mustaqbalka yacni oo maalinta qiyaamaha ah lafdulmaadi waa laga cabiri karaa shay mustaqbal ah oo waqti soo socda iyo waqti tegay waa laga cabiri karaa waa loo samayn karaa waxay leeyihiin sababtuna waa maxay tanbiihan calaa taxaquqi wuquucihi inuu dhacayo waa xaqiiqo wey ila rabbulciza noo sheegay soo maa allah wuxuu noo sheegay waa shay xaqiiqo wey laa shaka inuu arrinkani dhici doono mar haddii aan ognahay inuu dhacayo waxaa lila siiqat lmaadi waa laga cabiraa shayga mustaqbalka ah weya siiqat lmaadi waa laga dhigi karaa wax tegey oo kalaa laga dhiga faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa laytana shalaytadeenne markay cadaabka arkeen nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin qiraa'atu xafsa iyo xamza ayaa waxay akhriyaan walaa nukadiba biaayaatina wanakuuna min almu'miniina nukadiba bacda la kordhigo iyo nakuuna nuunka la kordhiga labadaa ficil in la kordhigaa waxa weeye xabsa iyo maarata xamza labadooda akhrinayaan markaasoo kale yacni waxa weeyaan waxaan qadaranaynaa an ayaa bacda lwaawu baa la qadarayaa waawuba oo maarata walaa nukadibada gadaasheedaan an meesha usoo qadaranaynaa maxaa yeelay waxay leeyihiin yacni waxa loogu qadarayaana waxaa la yidhaahdaa calaa jawaabi tamanni wa tamannigaas jawaabtiisa ayaa loo qadarayaa weeyaan marka carabtuna way sameeyaan jawaaba tamanni ayay waawu